قلة هي النخبة العابرة لحدود الممكن، قلة هي الرجال الشاخصة في عيون المستحيل العظيم، من يتلمس خيوط الضوء في زمن لا يبصر، الكبير من أوجد زوايا الرؤية ولم يكتفي بالمتاح، وفي معركة الحياة تراه تارة متراقصا بين شعاع من نور وسلام، يحتضن الواقع كما لم يفعل أحد من قبل، فيعانق المطر بلا مظلة وكأنه رذاذ من أرض الأجداد. هو رئيس نادي الهلال القدس حاليا، هو محام مميز ورجل أعمال، يعمل أيضا في مجال التطوير العقاري في فلسطين الحبيبة. تم تعيينه سفيرا للنوايا الحسنة عام 2017 لمنظمة الحقوق الدولية في جنيف، وهو محب للأطفال وأطفال القدس تحديدا، ويسعى لإيجاد واقع أفضل لهم، وهو يعتبر أيضا بأنه له الدعم الكبير ويسعى دائما بأن يدعم أطفال القدس. هو من الشخصيات المميزة ومن أبرز الشخصيات العامة بالقدس، وأينما تواجد تواجد النجاح والتميز. لديه هدف وهو مهم جدا، بأن يسعى هو وأعضاء إدارة النادي الذي يضم مجموعة من خيرة رجال الأعمال والشخصيات العامة في القدس لمساعدة الأطفال والشباب في المدينة المقدسة وإيجاد واقع معيشي أفضل من خلال الرياضة. والآن مع كلمة المحامي الأستاذ ضياء الشويكي رئيس نادي هلال القدس، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ينتابني شعور لا يوصف بهذا الحضور الكريم. كل التحية من درة التاج من عاصمة العواصم القدس الشريف للأردن الحبيب. بداية باسمي واسم أبناء القدس، أبناء فلسطين الحبيبة، نحيي جلالة الملك عبد الله بن الحسين والشعب الأردني جميعاً على حفاوة الاستقبال وعلى جميع الإجراءات التي واكبتنا في هذه الأيام من تسهيلات. فنحييكم، نحييكم من القدس التي تعاني الأمرين، ولكن بهذا النفس الطيب نراها قريبة، محررة قريبة بإذن الله. أيضاً يجب أن أوجه الشكر لراعي هذا الحفل، الشخص الذي لا يكل ولا يمل في متابعة قضايا أبناء القدس وفلسطين، الأردني الصامد، الأردني الفلسطيني العربي، سعادة النائب خليل عطية، كل التحية لك من جميع أبناء القدس أيها الرجل التي تعد بألف. نحييك باسم كل أهالي القدس على ما تقوم به من إجراءات وتسهيلات لنا واستضافة وهي الرعاية الكريمة. أيضاً أود أن أحيي كل إخوان رجال الأعمال الذين ساندونا، كل الرعاة الذين ساندونا، وأحيي أيضاً أعضاء مجلس إدارة الموجودين، وأيضاً أعضاء مجلس أمناء، ونخص بالذكر رجل الأعمال الرائع الذي ساهم في إنجاح هذا الحفل، رجل أعمال فلسطيني محمد الشيخ، كل التحية لك قادماً من إسطنبول. ويوجد شخص بيننا هو أسد من أسود القدس ومن أسود فلسطين التاريخية، الذي دائماً ما يسعى إلى أن نكون متميزين ويدافع عن حقوقنا كمقدسيين وفلسطينيين. كل التحية لسعادة النائب الرائع الدكتور أحمد الطيبي. هلال القدس هو مؤسسة شاملة، كنا نتأمل والآن يعني بعد هذه الكلمة أن ترون فيديو يعبر عن مدى الأنشطة التي نقوم بها بهلال القدس. هلال القدس هو ليس مجرد نادي، وليس مجرد نادي كرة قدم مميز، هو مؤسسة شاملة تسعى إلى خلق جيل فلسطيني مقدسي واعي منتمي، جيل نعول عليه بالمستقبل بأن يكون إن شاء الله هو جيل التحرير. جيل القدس الموجود حاليا بنادي هلال القدس هم مجموعة من الأطفال باشرنا في عمل هذا الحفل
بهدف إطلاق مشروع رعاية 1000 طفل مقدسي، وهذه الرعاية تكون من خلال إن شاء الله إنجاح هذا الحفل ومن خلال الريع المادي الذي يعود عليه. وبالتالي توجهنا أيضا للفنان الرائع الفنان العربي الأصيل مرسيل خليفة الذي جاء متبرعا لإحياء هذا الحفل ولغى حفل في بلجيكا. وأيضا يوجد قامة كبيرة، قامة عربية أديبة مثقفة، الشاعر الرائع زاهي وهبي، نحييه باسم كل المقدسيين على هذا الحضور الرائع. ختاما أتمنى منكم أن تشاهدوا أمسية رائعة، وأتمنى منكم أن دائما ما تدعو للقدس وأهلها بالخير، لأننا نحن هناك استفان الله سبحانه وتعالى بأن نكون الصف الأول في الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية. كل التحية، ونحييكم جميعا، ونحيي أيضا سمو الأميرة وكل الموجودين بهذه القاعة، ونقول عاشت القدس حرة عربية، وعاشت المملكة الأردنية مساندا لنا ولقضايانا. وأهلا وسهلا بكم، وكل عام وهلال القدس بألف خير، والله هلال القدس عربية.